بحضراتكم، وكالمعتاد بنقابلكم على مدى ساعتين كل يوم الصبح في برنامج هذا الصباح، ومعانا مجموعة من الحوارات واللقاءات والفقرات الثابتة اللي بنغطي بيها أبرز المستجدات. صباح الخير يا عم. صباح الخير يا منى، صباح الخير مشاهدينا الكرام، يوم سعيد على حضراتكم إن شاء الله يكون دائما مليء بالأمل والعمل، فقرات متنوعة إن شاء الله. هنبتديها مع حضراتكم بجامعة القاهرة بتضع استراتيجية للتحول الرقمي الجديد، والاقتصاد طبعا على وجه التحديد، وأصبح التحول الرقمي من أبرز المستجدات، ولازم طبعا العالم كله بيكون ملم بيه، لازم احنا في مصر كمان نكون مواكبين الحدث، وكل الهيئات والجامعات وكل حتى الوزارات لازم تكون تتحول للموضوع الرقمي، ده أصبح لغة العصر زي ما بيقولوا. طبعا عندنا كمان موضوع آخر عن متابعة للتطوير اللي بيحصل في منظومة الصحة في مصر. احنا متابعين طبعا في نشاط ملحوظ من حملة 100 مليون صحة للحملات الخاصة بالأطفال في المدارس، أيضا في تحرك قريبا هيحصل في إنشاء مركز للمعلومات الدوائية في جميع المستشفيات بالجمهورية. هنتعرف أكتر على تفاصيل هذه الخطوة وإيه الاستفادة اللي هتعود على المنظومة الصحية في مصر بعد تنفيذها. طيب كمان عندنا الوقفة الثابتة دائما في بلاط صاحبة الجلالة، وقفة مع الصحافة التحليلية الصادرة صباح اليوم، نشوف فيها المستجدات في كل مكان ونحاول نلم بأبرز التفاصيل الخاصة بالصحافة المصرية. وكمان عندنا اقتصاد ورياضة إن شاء الله. أكيد دايما معاكم على مدى ساعتين في هذا الصباح. نخرج فاصل قصير، من بعده نبتدي معاكم جولة سريعة في آخر الأخبار وتقارير المراسلين. صباح الخير، صباح جميل عليكم. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض حلقات الرباط الصليبي، والنهارده حلقه مهمه هنتكلم فيها عن التاني، ازاي نقدر نثني ركبتنا عشان خاصه نرجع المدى الحركي الطبيعي للركبه. اهم حاجه عندي في اول فتره او في اول شهر بعد العمليه ان انا بوصل التاني عندي 90 درجه والفرد عندي الاخر. لو التاني عندي ما وصلش 90 درجه هيبقى لسه في مشكله في الركبه، او في مشكله في التاهيل، او في مشكله في العمليه، فساعتها لازم نرجع لدكتور عظام عشان خاطر نشوف ايه القرار اللي ممكن يتاخد في الوقت ده ان شاء الله. طيب اهم تمرين ممكن نعملها للتاني ان احنا بنعمل حاجه اسمها سلايد، اللي هو معانا كابتن محمد طبعا هنوضح ليه اهم التمارين ديت. انا مع ظهرك بنرفع رجلينا فوق حيطه، تمام، رجلي المصابه بحط فوق الرجل السليمه، وابتدي ان انا اثني ركبتي ببطء، ولازم اراعي ان المكان اللي انا بشتغل عليه يكون ناعم او املس عشان خاطر لما اجي انزل برجلي عليه يبقى سهل ان انا اتزحلق عليه زي ما بيقولوا بالبلد يعني. انزل اجيب اخر مدى قدر اوصل له، واول ما احس بالالم اثبت واعيد 30 ثانيه واكررها على الاقل 10 مرات، وراعي كل مره ان المدى عندي بيزيد. وبعد ما بخلص التاني دوت ابتدي ان انا اعمل ايس او تلج واكررها على الاقل كل ساعتين 10 دقائق. ده اول تمرين. التمرين الثاني بعد ما التاني بيوصل على 90 درجه او يعني استخدمه بقى تمرين التاني فتره وبدا التاني عندي يزيد، ببتدي ان انا اشتغل على الكور على الجذع، بشتغل على الجليتيوس على الاليا. فبنجيب حاجه اسمها ثيرا باند استك مقاومه وبندخله في رجلينا. اتفضل. ونام على جنبي. البلفيك او الحوض في عضلات مهمه قوي لازم نتحكم فيها، خاصه الجليتيوس ميدياس او عضله الاليا الثانيه، والجليتيوس ماكسيمس عضله الاليا الكبرى. اهم تمرين ممكن تتعمل الجليتيوس ميدياس او عضله الاليا الثانيه ان احنا بنجيب الاستك ده وبنحطه فوق الركبه، وبنخلي ايدينا الاثنين على الارض وجذعنا مايل لجوه وكل جسمنا مريح على الارض، وابتدي ارفع ركبتي لبره وانا بقاوم الاستك ورجليا الاثنين فوق بعض عادي، وابتدي اعمل تكرارات حاجه اسمها كلامب اب وكررها 10 في 3. ده تمرين مهم جدا للجليتيوس ميديس، ممكن اعملها في الزاويه ديت، ممكن لو عندي التاني 90 درجه يعني عندي التاني وصل 90 درجه ان انا اعملها برده في الزاويه ديت في زاويه 90، مفيش مشكله خالص.
برضه اعملها 10-3 عشان خاطر اقوي البيوتيوس ميدياس او عضله الاليا الثانيه، مع التكرارات الكتير برضه هتفرق معايا في ثبات الجذع اثناء الحركه بتاعتي عشان خاطر تساعدني في المشي او في اي حركه ثانيه ممكن اعملها. ثالث تمرين ممكن نعمله بيجيب حاجه اسمها سويسين بول او الكره السويديه، بحط كعب رجلي على الكوره ديت. طبعا الثانيه عندي بيبقى وصل على الاقل 90، وحتى لو ما وصلش 90 مفيش مشكله ممكن اعمل نفس التمرين ده. تمرين مهم عشان خاطر بيقوي الهامسترنج او الخلفيه. لازم نفهم ان الكوادرسيبس او الاماميه لما تبقى قويه او يحصل فيها اكتيفيشن او نشاط ده بيساعد اكتر الركبه ان الفرد يوصل للاخر بسهوله، والخلفيه لو برضه بيحصل فيها قوه او بيحصل فيها نشاط بيساعد ان الثاني يوصل بسهوله. فالموضوع مش موضوع بس تمارين ثانيه او الفرد من غير ما بنقوي العضلات اللي حوالين الركبه. فبحط كعب رجليا فوق السويسين بول ومشط رجليا لورا وانام على الارض للاخر، وابتدي ان انا اعمل ضغط بكعب رجليا جامد على الكوره واثبت على الاقل 30 ثانيه واكررها 10 مرات. براعي في التمرين دوت وانا بعمله ان انا رجليا ما تجيش يمين او شمال وانا بعمل التمرين، يعني لازم تبقى جسمي ثابت ورجليا ثابته عشان خاطر احس بالعضله اللي انا شغال عليها، لان لو انا مش حاسس بالعضله اللي انا شغال عليها هبقى انا بعمل التمرين غلط. يبقى ابتدي ان انا اعمل بريشر او اضغط تحت واثبت زي ما قلنا 30 ثانيه ونكررها 10 مرات. شكرا. طبعا بنراعي في اي تمرين بنعمله ان احنا بنعمله لغايه حدود الالم، لو في اي الم بنعمله يعني لو في اي تمرين في الم ما يتعملش، ولو بنعمل تمرين لغايه حدود معينه من غير الم شغال يعني ممكن اعمله عادي مفيش مشكله. وراعي بعد كل مره او بعد كل تمرين بعمله ان انا اعمل ثلج عشان خاطر اقلل الالتهاب الموجود. وبرضه لازم نفهم ان التمارين اللي احنا بنعملها ديت مجرد تمارين مبسطه ممكن نقدر نعملها في البيت، لكن ده مش كل البرنامج التاهيلي اللي ممكن نعمله، لان البرنامج التاهيلي بيبقى برنامج كبير مش بس مقتصر على التمارين دي. ان شاء الله اشوفكم الحلقات الجايه ونوضح مع بعض برضه اهم التمارين اللي ممكن نعملها مع بعض خاصه بالرباط الفقري. اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم. طبعا احنا في الايام الاخيره بنودع 2018 وهنستقبل 2019 خلال ايام. كل سنه وحضراتكم طيبين وان شاء الله تبقى السنه الجديده احسن على كل الناس، واللي ما حققش حاجه في 2018 يحققها في السنه الجايه. يوم 1 يناير 2019 هيكون اجازه رسميه في الدوله في كتير جدا من القطاعات. من القطاعات دي برضو اللي هتكون اجازه هي البنوك والمصارف والبورصه المصريه، طبعا لارتباطهم ببعض هيكون يوم اجازه يوم 1 يناير ان شاء الله عام 2019. ربنا يجعلها سنه خير على الجميع. هيستأنف العمل في كافه المصالح والبنوك والبورصه المصريه ان شاء الله يوم الاربعاء الموافق 2 يناير من 2019. نتمنى ان شاء الله يكون عام خير على كل المصريين وعلى كل العالم ويعم السلام في كل مكان، وان شاء الله تبقى سنه سعيده على الجميع. ونبتدي يومنا طبعا كالمعتاد بمعرفة حالة الطقس. معانا دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان صباح الخير. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل السادة المشاهدين. صباح الخير عليك. كل سنة وكلكم بخير والشعب المصري كله بخير. كل سنة وأنت طيبة يا دكتورة. يعني متهيألي ان احنا ابتدينا الشتاء الحقيقي من 21. بتاريخ 21، وعلى حسب ما سمعنا انه النهارده وبكره او خلال يعني الايام المقبله هيكون في تقلبات كبيره في الجو، ادينا تفاصيل بعد اذنك. احنا فعلا بدانا الشتاء يوم السبت الماضي، ده بداناه جغرافيا، لكن احنا كنا بداناه مناخيا قبل كده بحوالي اسبوع تقريبا. فعلا اليوم وغدا ان شاء الله في حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه. عناصر هذه الحاله هي ثلاث عناصر. اول حاجه هيكون في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على معظم الانحاء، هيكون في فرص سقوط امطار على السواحل الشماليه، هتمتد للمناطق من الوجه البحري والقاهره ووسط وشمال سيناء، وايضا بعض المدن القناه وبعض المدن هتكون من شمال الصعيد هيكون عليها امطار خفيفه. لكن بالنسبه طبعا للسواحل الشماليه والدلتا الامطار هتكون غزيره ورعديه على بعض المناطق. تاني عنصر هيكون في نشاط للرياح مثير للرمال والاتربه على الطرق المكشوفه، وده هيؤدي لاضطراب كامل في حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، لكن الاكثر حده هيكون البحر المتوسط، ارتفاع الامواج هيصل لحوالي 4 أمتار على البحر المتوسط، فاحنا طبعا بننصح كل الساده المشاهدين الابتعاد تماما عن الانشطه البحريه على البحر المتوسط.
بداية من غدا الخميس إن شاء الله هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بحوالي من 3 لـ4 درجات. ده هيؤدي لأن الطقس هيكون بارد جدا أثناء النهار وشديد البرودة أثناء الليل، ومع نشاط الرياح ده هيزود إحساسنا بشدة برودة الطقس. فإحنا طبعا بننصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة جدا سواء ساعات الليل أو ساعات النهار. طب ده مستمرين لإمتى بالشكل ده دكتور أيمن؟ طبعا انخفاض الحرارة مستمر معانا حتى يوم السبت والأحد القادمين، لكن فرص الأمطار هي مستمرة معانا حتى غدا الخميس. ده بالنسبة للقاهرة وباقي المناطق. السواحل الشمالية مستمرة معانا حتى يوم السبت القادم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب درجات الحرارة المتوقعة دكتورة إيمان؟ بالنسبة لليوم ما زالت درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي. القاهرة 20 درجة، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح 19، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط 21، جنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 من 21 ل 22. غدا إن شاء الله يبقى فيه انخفاض بحوالي 4 درجات، تصل القاهرة ما بين 16 ل 17 درجة على القاهرة. تمام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية. بالتزامن مع مرور 128 سنة على إنشاء مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر، أطلقت وزارة الشباب والرياضة حفل توزيع الجوائز الثقافية في نسختها الثالثة واللي بتقيمها بالتعاون مع دار المعارف. تأتي كمان المسابقة الثقافية لدعم وتكريم الموهوبين في الأدب والدراسات البحثية. شوف التقرير ده محرك ونرجع مرة تانية. على مسرح وزارة الشباب والرياضة أقيم حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية لعام 2018 والتي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر. الحقيقة أن كل دورة الواحد بيحس أن عمره بيطول، لأنه قد إيه بيولد مواهب جديدة، ودي الحقيقة بتقول إن مصر ولادة. عندنا الحقيقة مجموعة كبيرة جدا من المواهب في كافة المجالات. شمل الحفل عرض غنائي لأوركسترا وزارة الشباب والرياضة. أول مرة أشترك فعلا، هو أنا كنت متوقع فوز، والرواية بتكلم يعني عن حاجة اسمها شريحة بتحكم في العقول، والشريحة دي اتحكمت في واحد طبعا بدر الرواية، بعدين الأحداث بقى بتتسارع وكده، فلحد بعدين يعني هيكتشف إن هو يعني الشريحة مزروعة فيه وكده يعني، وهو هيكون مخترع حاجة ضد المفاعل النووي. ولا شك أن تبني وتحفيز المبدعين من الشباب يصنع الأمل ويعمل على تطوير مهاراتهم ويشجعهم على البذل والعطاء وتقديم أفضل ما لديهم من مهارات لخدمة المجتمع. جهود بناءة لوزارة الشباب والرياضة لدعم ورعاية الموهوبين والمبدعين من أنحاء مصر المختلفة في كافة المجالات من أجل خدمة المجتمع وصناعة مستقبل أفضل. ياسين سيف، النيل. أطلقت وزارة الآثار بالتعاون مع مصلحة سك العملة ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة في مصر. مجموع الميداليات الجديدة تبلغ حوالي 12 ميدالية فضية بقيمة تقدر بنحو 7000 جنيه مصري. نشوف محرك التقرير النجاة مرة تانية. انطلاقا من اهتمام مصر بمسار العائلة المقدسة، أصدرت وزارة الآثار بالتعاون مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة سك العملة 12 ميدالية تذكارية توثق رحلة العائلة المقدسة في مصر والتي تضم نحو 30 موقعا أثريا. الميدالية النهاردة بتضم مجموعة من الأشكال الخاصة بمسار العائلة المقدسة، منها الأيقونة الرئيسية للسيد المسيح والسيدة العذراء بيمتطوا حمار، وإلى جانبهم الصورة الطبيعية اللي بتوضح الأراضي المصرية اللي اجتازوها في خلال زيارتهم لمصر. الفكرة كانت طبعا أن احنا كمسار العائلة المقدسة الحكومة بالكامل بتعمل عليه بتوجيهات من سيادة الرئيس. ال 12 عملة اللي هم موثقين للمواقع كلها ده جهد من وزارة المالية تشكر عليه، هيفضل للتاريخ نحكي بهذا المنظومة، وده في حد ذاته ده جهد للحكومة في خلال الفترات اللي فاتت اللي كانت بتعزم سيمفونية رائعة أنها تهتم بمسار العائلة المقدسة إلى مصر. الميداليات الجديدة تعد فرصة جيدة لمحبي اقتناء الميداليات التذكارية
التذكارية، خاصة وأنها تحمل صورا تم اعتمادها من الكنيسة المصرية، ويصل سعر تلك المجموعة لنحو 7000 جنيه. الميداليات عبارة من الفضة الخالصة عيار 900، تم تشغيلها بواسطة مصلحة سك العملة المصرية بتوجيهات من معالي وزير المالية. قامت خطوات التسجيل كانت كالآتي: المصممين عندنا عملوا الديزاين، عرضناه على الكنيسة المصرية، اعتمد من جناب البابا قداسة البابا تودروس، اعتمد التصميمات وكمان في كتالوج مع المجموعة اعتمد من جناب قداسة البابا. دي عملية مهمة جدا ان الاجيال الجديدة والهواة العملة يعرفوا التاريخ بتاع البلد، واحنا اكدنا ده بان احنا اصدرنا معاه كتالوج بيقول لكل ميدالية من الميداليات دي ايه الموقع اللي هي بتمثله ايه اهميته. وزارت العائلة المقدسة في مصر عدة مواقع هامة مثل دير الأنبا بشوي في وادي النطرون ومنطقة أبي سرجة وتل بسطة ودير المحرق ودير السريان. إذن هي ميداليات توثق جزءا هاما من تاريخ مصر، ألا وهو مسار العائلة المقدسة والذي يمتد من أقصى شمال مصر في الفارما وحتى أقصى جنوب مصر في الصعيد. من قصر المانستيرلي أشرف مبارك، النيل. استضافت سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية عرض فيلم موسيقى في بر مصر من إنتاج إدارة الإنتاج المتميز بقطاع النيل القنوات المتخصصة. كمان بيأتي عرض الفيلم ضمن خطة الهيئة الوطنية للإعلام لإنتاج أفلام تسجيلية توثق ملامح الحياة المصرية. نشوف التقدم حركنا ونرجع مرة تانية. موسيقى في بر مصر، عنوان حمل معه الكثير من ألوان وأشكال الموسيقى الشعبية، واستطاع أن يجمع كافة أشكال الموسيقى في جميع أقاليم ومحافظات مصر في عرض سينمائي بدار الأوبرا المصرية. فيلم موسيقى في بر مصر هو فيلم من جزئين، بدأ الإعداد ليه في 2017. الجزء الأول هو زمان، بيتكلم عن الموسيقى المصرية في الخط الزمني زمنيا من عهد الفراعنة لحد النهاردة. الجزء الثاني اللي هو بنعرضه النهاردة موسيقى في بر مصر المكان، اللي بيتكلم عن الموسيقى في أقاليم مصر المختلفة. حاجة لتاريخ الموسيقى أصلاً، ما كانش في حاجة معمولة أصلاً تاريخ الموسيقى موجودة قبل كده هوت. فأني أتمنى أن الفيلم يعجبكم. الحمد لله تعبنا، مش بقول أن الإنتاج دوره، لا، أنا الإنتاج ده فعلا أنا الحمد لله أنا بجد يعني دي بغض النظر عن شهادة تقدير، بجد أنا مبسوط أن أنا اشتغلت فيلم زي ده. الحفل شهد تكريم رائد الأفلام التسجيلية المخرج دكتور علي الغازولي والفنان علي الحجار والإعلامي حسن حامد والعديد من الرموز الفنية. الفيلم يأتي استكمالاً لسلسلة الأفلام الوثائقية التي أنتجتها إدارة الإنتاج المتميز بقطاع القنوات المتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، والتي أنتجت 4 أفلام تسجيلية هم بر الدنيا وجزئين من فيلم موسيقى في بر مصر، الأول بعنوان الزمان والثاني المكان. الرجل الثاني اتشال في القلب عشان ما فيش راجل بيتشال في الجيب، الراجل تشوفه العين يحبه القلب. محمد الخطيب، النيل. امبارح ذكرى العبقري الشاعر الكبير صلاح جاهين، ذكرى 88 اللي حلت في 25 ديسمبر 1930 ذكرى ميلاده. والحقيقة يعني صلاح جاهين في وجداننا كلنا فزيع. بأكتر من طريقة فزيع. في الأغاني وفي الشعر وفي الثقافة بشكل عام. هو طبعا أشهر شعراء العامية المصرية، يعني كان ليه دور كبير جدا في إثراء الحياة وتوثيق بعض اللحظات، وليه بعض الكلمات اللي بتلعب على أوتار وكل واحد يقدر يراها زي ما هو عايز، اللي بيشوفها بأي طريقة يقدر يشوفها بالطريقة اللي هو حبيب يشوفه نفسه فيها. هو كمان تخرج من كلية الحقوق، لكن الصحافة شدته بشكل كبير جدا، وكان يعني انشد ليها مباشرة بعد تخرجه، وأصبح من أعمق ومن أكبر شعراء العامية في مصر. خلينا نسمع صوت صلاح جاهين في ذكرى ميلاده. بالجمال ورقص في صدري من اليمين للشمال، ما هوش بعيد تفضل لبكرة سعيد، ده كل يوم فيه ألف ألف احتمال. عجب عيني رأت مولود على كتف أمه يصرخ تهنن فيه، يصرخ تضمه، يصرخ
تقول يا ابني ما تنطق كلام، ده اللي ما يتكلمش يا كتر همه. عجبي. نتابع معاكم طبعا، نتابع معاكم اخبارنا. بينظم متحف النسيج المصري بشارع المعز النهارده، يوم الاربعاء 2 يناير المقبل، معرض عن نسيج جبانه البجوات بواحه الخارجه بعنوان الله محبه، في اطار الاحتفالات اللي بينظمها قطاع المتاحف بوزاره الاثار بمناسبه اعياد الميلاد المجيد. طيب، قالت كمان رئيس قطاع المتاحف الهام صلاح في تصريح ليها ان المعرض سوف يستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل إن شاء الله، موضحة أنه بيتم عدد من قطع النسيج الفريدة والتي عثر عليها في مقابر جبانة البجوات، منها 5 قطع تعرض لأول مرة، وهي تظهر تأثر الفن المسيحي الوليد بالفن المصري القديم في البداية، ثم اتخاذه ملامح الخاصة به من البساطة ورمزية الزخارف بعد ذلك. كمان أضافت أن المعرض بيحمل رسالة مهمة جدا تؤكد أن مصر شهدت العديد من المراحل التاريخية المختلفة، واللي بتعبر عن تواصل واستمرار عطاء الإنسان المصري على مر العصور. من جانبه أوضح كمان مدير عام متحف النسيج دكتور أشرف أبو اليزيد أن جبانة البجوات بتعتبر من الجبانات المسيحية المبكرة، والتي تعود بدايتها للقرن الثاني الميلادي، حيث فر إليها العديد من المسيحيين هربا من اضطهاد الرومان والبيزنطيين، ويرجع اسمها إلى اسم الطراز المعماري التي بنيت بها واتخذت شكل القبوات، وده طبعا من الفنون المهمة جدا هو فن النسيج. وليه متحف كمان بشكل كبير موجود أمام مديرية أمن القاهرة، وفي متحف النسيج أحد المتاحف أو أحد الأماكن الخاصة بمتحف الفن الإسلامي، زرناه وأنا شفناه. أيوه. كان جميل جدا بصراحة. ينتج مركز للفنون قرب أهرامات الجيزة عدد من أجمل أنواع السجاد والبسط في مصر. كمان تأسس مركز رمسيس ويصا واصف للفنون على يد رجل آمن بأن الإبداع غريزة فطرية من صنع البشر. نشوف تقدم حضرتك ونرجع مرة تانية. في مسعى يهدف للحفاظ على صناعة نسيج السجاد يدوياً، إحدى أقدم الحرف اليدوية المصرية المعرضة للاندثار، يواصل مركز رمسيس ويصا واصف للفنون جهوده الرامية للحفاظ على تلك الحرفة المميزة. المركز يعد واحداً من أبرز مدارس النسيج في مصر، ويوجد بقرية الحرانية القريبة من أهرامات الجيزة، والتي تنتج أجود أنواع السجاد اليدوي المصري في العالم. أسس المركز المهندس المعماري رمسيس ويصا واصف عام 1951 لتشجيع القرويين المصريين الشباب على الإبداع، وكان تجربة فريدة من نوعها. شغالة وأنا عندي 11 سنة، والوقت عندي 49 سنة، واللي حببني في الشغل سمعة المكان. السمعة بتاعته حلوة من أول ما اتنشأ هنا، فإحنا كلنا كنا عايزين نجيله، والبلد بحالة مشتاقة ان هي تيجي هنا. مؤسس المركز آمن بأن الإبداع غريزة فطرية في جميع الناس، ويحتاج فقط للدعم والتشجيع. تلك الرؤية حولت القرية الزراعية الهادئة إلى شعلة من النشاط والتميز في صناعة نسيج. كان اهتمام رمسيس ان هو يلاقي قرية مصرية عادية، وفي نفس الوقت الولاد بتوعها يقدروا ينقلهم من كونهم ولاد مزارعين وفلاحين إلى حاجة مختلفة شوية، أكبر شوية، يقدروا يكبروا فيها، اللي هي الفن اللي هو موجود جواهم. هم لا يدركوا إن هم يمتلكوا هذه القدرة، إنما عن طريق حرفة النسيج والسجاد ده هو بيقدروا يطلعوا كل القدرات الفنية اللي عندهم. عدد من أمهر الفنانين المصريين جاءوا من ذلك المركز وعرضوا أعمالهم بمعارض في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك متحف فيكتوريا وألبرت في بريطانيا. كما عرض سجاد من إنتاج المركز مؤخرا في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة. سنة 2018 السنة دي من فبراير لغاية نهاية مارس كان عندنا معرض في سان دييغو في كاليفورنيا في أمريكا، وده يعني تقريبا 70% من اللوح الحائطية اللي راحت اتباعت، ودي اللي بتخلي المكان حي، ودي اللي يعني دي العائد بيرجع للنساجين أولا ثم المركز ثانيا. مركز رمسيس ويصا واصف للفنون
حصل على جائزة أغاخان للعمارة من شبكة الأغاخان للتنمية عام 1983. استوفى العديد من السيارات الكلاسيكية في مهرجان السلام في الموصل، حيث اجتمع عشاق السيارات الكلاسيكية من جميع أنحاء البلاد في ملعب كرة القدم الرئيسي في شرق الموصل لإلقاء نظرة على المعروضات. معظم السيارات اللي صنعت وكانت معروضة في المعرض ده من الولايات المتحدة الأمريكية، وقد تم إخفائها من داعش الإرهابي أو تنظيم داعش الإرهابي، فقد أبقى أصحاب سيارتهم الثمينة مخفية خوفا من أن يصادرها تنظيم داعش الإرهابي. والموصل بتعد ثاني أكبر مدن العراق، وقد تم احتلال داعش ليها في شهر يونيو من عام 2014، وظلت تحت سيطرته حتى بدأت الحكومة العراقية عملية لاستعادة المدينة في أكتوبر من عام 2016، وتحررت المدينة أخيرا من داعش في شهر يوليو من عام 2017. صمم باحثون بجامعة زيورخ السويسرية مروحية بدون طيار بأربع مراوح يمكنها تغيير شكلها خلال الطيران وفقا لطبيعة المنطقة اللي بتعمل فيها. الهدف الرئيسي منها هو استخدامها في عمليات الإنقاذ والكشف عن وجود أشخاص محتجزين في مناطق بعد التعرض لكارثة طبيعية. كمان تصميم المروحية ذاتية القيادة بيعتمد على أربع أذرع بكل منها مروحة، ويمكن للأذرع الأربع أن تتحرك في اتجاهات مختلفة للداخل والخارج لتوافق المهمة اللي بتقوم بها، وبخاصة في الأماكن الضيقة حتى تستطيع الكاميرا المثبتة عليها من الوصول إلى مدى أكبر يمكن رصده خلال عمليات الإنقاذ اللي بتعتمد على المعلومات المتوفرة من تلك الطائرات في البحث عن الضحايا. دي كانت مجموعة سريعة من أخبارنا اللي ابتدينا بيها معاكم يومنا النهاردة في هذا الصباح. فاصل قصير ونروح لأخبار الرياضة مع زميلة أمان الشيخ، ثم نعود من جديد لاستوديو هذا الصباح. ابقوا معنا.